نية ان هو يعمل حاجة زي كده، عمر ما ده هيبقى شكله في اللي انتوا شفتوه. حتة ان احنا او ان انا احاول اقنع بحاجة اكتر من كده، مظنش ان انا بقى ليا دور اكتر من كده. اللي حصل او اللي بين ادهم وبين ربنا ده بينه وبين ربنا. ربنا ان شاء الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، وربنا الوحيد العالم بنية ادهم ايه. بس احنا كلنا والسويس كلها تشهد الراجل ده كان ازاي وحياته كانت عاملة ازاي، وده كان باين في العزا بتاع ادهم وفي الجنازة بتاعته، وهيبان معانا دلوقتي في ده. ده يا جماعة ان شاء الله لروح ادهم المعداوي. الجامع ده يا جماعة ربنا كرم ووفقنا ان احنا لقينا الارض اللي هو عليها الجامع دلوقتي. يعني انا هخش اصور من جوه واشرح لكم الوضع اكتر. الجامع ما شاء الله هو على مساحة اكتر من 200 متر. هنصور دلوقتي من جوه. طبعا يعني الجامع المفروض ان ده يتزال ويتبني من جديد طبعا، حاجة في تكييفات جوه ويتظبط ويبقى فيه مناسب للمصلي اكتر. يعني هو اوريدي الجامع من زمان، وانا طفل صغير هنا كنت باجي وبصلي الجمعة هنا، تمام. بس هو دلوقتي طبعا السقف محتاج تجديدات كاملة، تمام. واحنا ابتدينا في التراخيص مع الاوقاف، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل الموضوع على خير يا رب، على روح ادهم المعداوي باذن الله. هنا عندنا دي الوضوء هيبقى هنا، وفي غرفة هنا طبعا لسه مفيش سقف، تمام. كل ده ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا كلنا كده ان شاء الله باذن الله. حبيبي ادهم، والله 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 العظيم ده رزقك يا ادهم. والله ده مكان الوضوء طبعا هيتجدد كله، تمام. هنا الحمامات كلها طبعا لازم تتجدد، تمام. طبعا هيبقى فيه هنا والدير ده يتغير، هيبقى صدقة جارية على روح المرحوم ادهم المعداوي. طبعا الوضوء هنا، لسه ما فيش سقف هنا في الجامع يا جماعة من جوه، ودي المنطقة اللي بيصلوا فيها الناس كلها عايزة تتجدد. لكل صحاب أدهم المعداوي الله يرحمه، اللي حابب يساهم احنا عاملين البيج على الفيسبوك صدقة جارية على روح المرحوم ادهم المعداوي. عارفين حاجتين مأثرين فيا جدا، يعني انا بقالي فعلا 3 ايام ما نمتش، ادهم قبل ما يتوفى 5 دقايق نزل لي ستوري عنده كتب لي ان هو بيعزني جدا رغم ان احنا ما بنقعدش مع بعض كتير. تاني حاجة ان ادهم كان هيعمل لي الاوبننج بتاع الجيم عندي، وكان متفق مع الناس من القاهرة ان هم ييجوا يعملوا لي الفاير شو والعرضة والافتتاح، كل ده كان متفق مع الناس من غير ما اعرف، وكان عملوا لي كادو في اليوم بعد اليوم اللي توفى فيه. ربنا يرحمك يا ادهم ويغفر لك ويسامحك يا رب. اتمنى يا جماعة، اتمنى باللي اقتنع بكلامي او ما اقتنعش، ياريت يعني اتمنى يعني يدعيله بنية صافية، يعني اتمنى ان هو يدعيله من قلبه. هو فعلا يا جماعة ادهم محتاج اكتر حاجة محتاجها دلوقتي الدعاء، ان احنا ندعيله على قد ما نقدر عشان نلاقي اللي يدعيلنا. اللهم امنه من فزع يوم القيامة
ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن. اللهم اعف عنه فإنك القائل، ويعفو عن كثير.